هل هي بتشارك معاك في مصروف البيت؟ لا، هي ربة منزل ما بتشتغلش. لا لا لا، اكيد مصروف البيت بيبقى معاها هي، عشان هي بتتصرف، هي عارفه بتعمل ايه. احسن ان هي تبقى ماسكه مصروف البيت، لان بالنسبه للمصروف الراجل مش بيبقى موجود في البيت معظم الوقت، هي بتبقى عارفه البيت محتاج ايه ومتطلباته، فهي الاحسن ان هي تبقى ماسكه المصروف. مصروف البيت هي اللي بتاخده كل اخر مبلغ وبتصرف تجيب الحاجات بتاعه البيت، بس هي بصراحه مخلصه فلوسي كلها على طول اول باول. انا بصراحه بقبض وبديها القبض كله وهي تعيش بقيه الشهر. احنا كرجاله بنعمل ايه؟ بنريح دماغنا. لا انت المصروف ايه كذا، فبيديها المصروف اللي هو الاسبوعي او الشهري او ايا كان، وهي اللي بتصرف، وده الصح على فكره. راجل يجيب من البحر والست تجيب من الترعه، يعني ايه معنى الكلمه دي؟ يعني ايه مدبره الست؟ انا لو اجيب، هي تجيب نص كيلو، ممكن اجيب كيلو و2 كيلو فاكهه او خضار او لحمه او اي حاجه، فالست بتعرف تدبر حالها.